نجوى استدانت لعلاج أخيها وزوجته التي توفت تاركة لها طفلين تعهدت بتربيتهما. انتهى بها المطاف خلف القضبان غارمة. جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات بردا وسلاما عليها، فكان الطفلين أول من استقبلوها بهدية عيد الأم، فهما لم يعرفا أما غيرها. استلفت، كانت يعني كنت بعالج والدتهم، كانت تعبانه وماتت، وابو اخو أبو يعني ابوهم ظروفه صعبه، مش بيشتغل، قاعد، وهي سابتهم صغيرين وانا اخدتهم بربيهم بس، فاخدت فلوس من الناس وجيت امضيلها يعني عليهم، والناس دي حبستني، والبركه في الرئيس، ربنا يبارك لنا فيه يا رب ويخليهم. كل سنه وانت طيبه. بمناسبة عيد الأم، أفرج قطاع السجون عن 70 غارمة بعد سداد مديوناتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات في احتفالية أقيمت لهذا الغرض. البعض منهن وصلت عقوبتها إلى 34 عاماً. 34 سنة بكذا حكم شيك، يعني بصراحة أنا يعني ما كنتش متخيلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل معانا حاجات حلوة خالص، ربي يخليه يا رب ويخليه لينا بجد بجد، هو أب لينا كلنا، أب للمصريين كلهم. قصتي كنت بجيب أجهزة ببيعها، كانت والدتي كانت تعبانة وكنت بعالج وتوفت، كنت واخدة سنتين وثلاث شهور، أدلي ثلاث شهور محبوس. الخطى نحو اللقاء تتصارع، تسبقها الدموع التي تتساقط حين تلتقي الغارمة بأهلها. لقاء كان من الممكن أن يتأجل لما بعد سنوات العقوبة المتباينة لولا هذه المبادرة الرئاسية الإنسانية التي عجلت بلقاء الأحبة في تجسيد لأسمى معاني التكافل الاجتماعي بين المصريين. أنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي عمله معانا، وربنا يا رب يخليه يبارك فيه. ضمنت أخويا وجوز أخته وسابني ومشي، بس ما دفعش حاجة، وانا اللي اتحبست وهو سابني، مرضيش يدفع معايا حاجة. كل سنة وانت طيبة.